أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء استمرار مملكة البحرين في تعزيز دورها كوجهة مفضلة لمختلف قطاعات الأعمال والخدمات المساندة في إطار ما تقدمه من تسهيلات وفق تشريعات وأنظمة متطورة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بقصر قضيبية سيد تشارلز إدوارد بوي الرئيس التنفيذي لشركة لوراند بيرجر للاستشارات الاستراتيجية، حيث أكد سمو أهمية إيلاء المراكز الاستشارية المتخصصة ومخرجاتها التي تعمل على تحسين الأداء في المجالات المختلفة اهتماما أكبر بما ينعكس على تحقيق الأهداف التطويرية المنشودة للجهات المختلفة وعملها وتقديم خدماتها بجودة عالية. خلال اللقاء أطلع السيد إدوارد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامات الشركة وأحدث الدراسات الاستراتيجية التي تقوم بها، معربا عن شكره لسموه على فرصة اللقاء متمنيا للبحرين مزيدا من التقدم والازدهار.